بسم الله الرحمن الرحيم. سنتعرف اليوم على بعض الأشياء في الأكسل، وهي تسمية الخلايا، ما يسمى Define Name. ربما تكون معروفة لديكم، ولكنها حجر الأساس في الأكسل. المواضيع هي تسمية الخلية، تطبيق الأسماء والتعديلات أو الحذف، معرفة الخلايا المؤثرة والمعتمدة، وعرض المعادلات. أعتقد هذا أهم شيء يجب تعلمه في الأكسل. لو نسخنا خلية فيها A1 مثلا لمكان آخر، فسيتغير كل شيء. ولكن لو كتبنا علامة الدولار قبل العمود، قبل الصف، نسخناه لمكان آخر، فلن يتغير شيء. ربما نكتبها كتابة دولار، أو نضغط على F4 مرة واحدة، أو نسمي الخلية باسم ما. لو ضغطنا مرتين على F4 نحصل على علامة الدولار قبل الصف، وسيكون الصف ثابتا. لو سحبنا إلى اليمين مثلا، سيكون الصف رقم 1 ثابت. ونعوض هذا بتسمية الصف كذلك. لو ضغطنا F4 3 مرات سنحصل على علامة الدولار قبل العمود، وسيكون العمود ثابت. لو سحبناه لليمين مثلا لن يتغير شيء، ولو سحبناه للأسفل سيكون العمود ثابت وسيتغير الصف. ونقدر نسمي العمود بنفس الطريقة. مثلا نريد أن نضرب العرض في الطول أو الصف بالعمود. هذه 4 أمثلة. مثلا لو وضعنا الخلايا بدون علامة الدولار وسحبناها، سنحصل على نتيجة خاطئة. ونفس الشيء لو ضربنا بهذه الطريقة، سنحصل على نفس النتيجة، وهي خطأ كذلك. ولكن لو وضعنا علامة الدولار قبل الآي بعد ضغط F4 وعلامة الدولار قبل 2، سنحصل على نتيجة صحيحة. هكذا نفس الطريقة بإمكاننا أن نسمي الصف والعمود by define name. طاء مثلا للطول، ونسمي العمود define name ع مثلا العرض. هكذا بإمكاننا أن نضربهما. الآن بعد التسمية تكون الطريقة صحيحة. كما وضحنا سابقا، بإمكانك تسمية خلية أو خلايا أو عمود أو صف عبر define name، خصوصا إذا كانت معادلات معقدة مثل التي على اليسار. ولكن يجب التنبيه، أحيانا بعض الجوالات لا تتعرف على هذه الأسماء. وبإمكانك الضغط على apply names إذا كتبت المعادلات لاحقا، ولكن إذا كتبتها قبل عمل الأكسل لا داعي لذلك. على اليمين هناك trace precedent لترى الأسهم التي تؤثر على الخلية، وtrace dependent لترى الأسهم والخلايا التي تعتمد على هذه الخلية. وبعد الفراغ اضغط remove arrows، تشاهد هذه الأسهم. وبإمكانك رؤية المعادلات بالضغط على show formula كالآتي. بعد الضغط على show formula ترى المعادلات كما يلي.